اهلا وسهلا بكم في اولى حلقاتنا من برنامجكم من برنامجكم ابن الغلابه ابن الغلابه قصه ولدت للكفاح بقى لها 28 سنه ابن الغلابه واحد منكم انا ابن الغلابه انا عبد الله الغنام واحد منكم شبهكم عايش في حواريكم وسط بيوتكم باكل من اكلكم وعايش تحت سماء الارض اللي انتوا واقفين عليها كل الحكايه ان انا مش عايز ابقى زيكم اقل ما فيها ان انا ما بقلش منكم كلمه زيكم ديت كل الحكايه ان انا نفسي يبقى ليا مستقبل وشخصيه خاصه بي انا نفسي في يوم من الايام حد من اهلي يمشي مرفع عن راسه بسبب ان هو قريبي او بسبب ذكر في قاعده ان اسمي عبد الله الغنام اتذكر فيها فيفتخر ان يعرفني في يوم من الايام ابن الغلابه بيناقش قضايا الواقع الموجوده في الساحه العربيه والعالم الاسلامي بشكل عام احنا برنامج شامل هنستقبل نقاد صحفيين هنستقبل رياضيين هنستقبل ممثلين هنستقبل سياسيين برنامج زي اي برنامج بس الحاجه الوحيده اللي احنا هنركز عليها قوي هي حاله الغلابه اللي احنا منهم اللي انا اصلا ابنهم كل الدعم للجيش ومؤسسات الدوله كشرطه وكداخليه اللي بيستهدفهم في الحفاظ على امن وسلامه البلد دي ابن الغلابه حاله واقعيه مش شخصية جرافيك ولا شخصية خيالية هي شخصية موجودة على أرض الواقع عايشة بس عايشة بس الحمد لله على كل حال هنقول إن إحنا حسب من دول كتير على الأقل في أمان وفي استقرار بسبب وجود قائد عظيم زي الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسبب المؤسسة العسكرية العظيمة مؤسسة الحزم اللي عارفة إزاي تسيطر على أرضها وتحافظ عليها فاصل ونرجع لكم على ضيوفنا ورجعنا لكم الفاصل ويا رب ما نكونش حلقتنا تقيلة ولا يكون ضيوفنا زهقوا مني انا اصلا شخصيا بنرحب بسياده المستشار ايمن محفوظ اهلا وسهلا زيك يا وبنرحب بالنجم العندليب الجديد استاذ محمد هشام اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله احنا هنتكلم في في فقرتنا ديت عن قضيه او حدث ظهر بوحشيه وبكثرة على مستوى العالم كله مش شرط مستوى الدول العربيه ولا الدول الاسلاميه فقط وهي زنا المحارم يعني ايه زنا المحارم هنتعرف عليها وهيكون معانا في الفقره ديت بحس الاجتماعي والحس القانوني المستشار ايمن محفوظ يعني رحب بيه مره ثانيه يا فندم أنا برحب بحضرتك وسعيد جدا إن أنا ملقب بمحامي الغلابة وبرنامج ابن الغلابة مع إعلامي كبير زي حضرتك الأستاذ عبد الله الغنام اللي إحنا كلنا بنتشرف بيه وفي أول حلقاته في الموسم الأول ليه، أنا فخور إن أنا في هذه الحلقة وكان الأستاذ عبد الله عرض عليا إن إحنا نتكلم في هذا الموضوع الشائك وأنا كنت رافض لكن قدام أمام إصراره وكل اسى مضطرين ان احنا نتكلم عن هذه الكارثه الاجتماعيه اللي ظاهره اللي ممكن تكون سببها اسباب كثيره جدا لكن هتكون المخدرات هي العامل الرئيسي في زنا المحارم زنا المحارم ان هو ممكن اي انسان يطمع في عرضه المفترض أنه هو يحمي لكن هو اللي بيطمع في عرضه ويدنس عرضه بجريمه لا اخلاقيه بالاعتداء او بالعنف على عرضه سواء كان اخته او احدى محارمه ايا ما كان يعني الوصف كلنا عارفين ايه هو زنا المحارم والنساء المحرمات على الرجال لكن وصل الامر الى ماساه كبيره جدا هي ان في اب اعتدى على ابنته وحملت منه سفاحا دي قضيه خطيره جدا وهنناقش برضو مشكلة أكبر هي إن كمان في أحد قرى محافظة الجيزة أب اعتدى على أطفاله الصغار أكبر طفل ما يتعدى عشر سنوات اعتدى عليهم جنسيا بمساعدة زوج ابنته جرائم كتيرة قوي جرائم غير متصورة جرائم لا, لا عقلانية وبتكون المخدرات والعامل النفسي هو المحرك الرئيسي ليها فكارثة بنناقشها مع النهاردة في ابن الغلاب يعني احنا كده يا أستاذ أيمن دلوقتي صوت حالة شاذة ولا هي فعلا بقت واخدة نسبة كبيرة في المجتمع أو في العالم بأجمع نقدر نقول إن دي بقت ظاهرة لا يا ما نقدرش نقول إن هي ظاهرة بالعكس إحنا أخلاقنا وقيمنا ثابتة وإحنا دايماً بنحافظ عليها اللي بيعمل كده بيبقى انسان شاذ والشواذ لا يقام عليهم لا حكم ولا ولا يرتب عليهم اي اعتبارات، دول ناس المخدرات خدتهم فقد الادراك انا بقول ان هو انسان غير طبيعي اللي يفكر ان هو يدنس عرضه وبالاعتداء على ايه بتوصل الى اولاده ولكن في كارثه اخرى يا عبد الله بيه هي ان بعض من انواع زنا المحارم للاسف الشديد بتكون بالتراضي شيء لا يتخيله عقلي يعني بيكون الجاني والطرف الاخر سواء كان احد محارمه او بنته او او وشفناها بيكون بالتراضي ومتخيلين ان هو لا يقوم القانون عليهم بالحد او بالقصاص لا طبعا القانون هيقف ليهم وأنا قلت في كذا تصريح إن هذا الفعل رغم إنه هو بالتراضي إلا أنه يمثل جرائم وجرائم خطيرة جدا وصدر أحكام كتيرة قوي على مثل هؤلاء الناس اللي بي بيعملوا زنا المحارم بالتراضي لكن إحنا مش هنتكلم عليهم لأنهم شواذ الشواذ احنا هنتكلم على نقطة خطيرة جدا هو العنف الموجه إلى الأسرة وإلى إن الرجل او او الجاني يعتدي على محارمه من الاطفال او ابنته سواء بالعنف او بالتحايل لان برضو كان في بعض القضايا اللي احنا سمعنا عنها كانت كان الاب بيعطي او الاخ بيعطي بعض الانواع المخدر بتفقد فيه الضحيه ارادتها تماما. <applause> العنف ده ما بقاش ظاهره، العنف ده وانا بعتبره احد مصادر العنف ما بقاش ظاهره احنا نقولها دول نقول شواذ الشواذ احنا مش عايزين نتكلم عليهم لكن هو احنا بنقول ان القانون هيقتص منهم وبتصل العقوبه طبعا الى الاعدام شنقا يعني انت متخيل إن القانون ما سابش الأمور على حواليها. تمام كده يا سيادة المستشار طبعاً احنا مع احترامنا الكامل للقضاء المصري فعلاً والقانون المصري ما سيبش حاجة لما لكل مذنب له عقاب ولكل صاحب فعل له ذنب يرتكز له ذنب أو له عقاب يطبق عليه. بما إن أستاذ محمد مشرفنا النهارده نحب ناخد رأيك برضه في في حاجة زي زنا المحارم القضية ديت ويا لو عندك حاجة قريبة تقدر تسمعها لنا تعبر بيها عن موضوع حلقتنا او موضوع فقرتنا اكيد طبعا <applause> شارع زمان كان امان وكل ناس طيبين دلوقتي ليه شارع الزمان كل اللي ماشي في حزين قول ع الدنيا خلاص يلا السلامه انزلوا شارع الحياة بعنك شوفوا علامات يوم القيامة أمي ماشية بتصرخ ابني فين يا ناس ردوا عليا إن خطاف من بين يدي كل ده في لمح البصر وما عيني صوت وصل للي فوق بقت قضيه قالوا لا ابني راح ضحيه لناس ديابه مش بشار سرقوا لحمه ودمه منه تجروا فيه ولا راعوا سنه سرقوا لحمه ودمه منه تجروا فيه ولا راعوا سنه عقلها سمع الكلام الزول والرعب جنوا احنا فين احنا فين احنا فين يا بني ادمين احنا فادنا ادميتنا ولا بقينا في غابة عايشين اتنين الرحمه ماتت فيهم ليا بشار الغل ماليهم شافوا طفلة صغيرة في الشارع ماشية في عينيهم خدوا من عز ما تملك لا رحم مباراة ولا طفولة ألا ألبوا الدنيا عليها لما لقوها لقوها ماتوا لا إحنا فين إحنا فين إحنا فين يا بني آدمين احنا فادنا دميتنا ولا بقينا في غابة عايشين ناس بتموت في الروح بتطلع على باب المستشفى بترجع تصرخ وتقول فين الرحمة يقولوا موجودة للي بيدفع للدرجة دي القرشة موت احساسنا ببعضينا وبقينا نتاجر في استرعى يا ربي ولطف بينا إحنا, احنا فين؟ احنا فين؟ احنا فين يا بني ادمين؟ احنا فادنا دميتنا ولا بقينا في غابه عايشين احسنت احسنت يا استاذ برافو محمد برافو يا برافو هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل ومع ضيوفنا الكرام رجعنا لكم تاني عودا حميدا باذن الله آه، القضيه اللي احنا كنا بنتناقش فيها عن زنا المحارم هي بقت للاسف بقت بكثره بس بقى موجود معاها حاجه تانية آه، منتشره وكل فتره تبص تلاقي الموضوع بيتجدد لا بيتطور لا بيزيد صعوبه لا في مشكله لا في حد بيغلط لا في في في, في راي عام ااا آه، بيتكلم في الموضوع دوت لان هو يخص نجم كبير لينا هو آه، الممثل المعروف محمد رمضان دايما معانا مستشار ايمن محفوظ دايما في حلقاتك او استضافاتك بيبقى الحديث داير حوالين المشكله ديت والنقاش دي, دي. أه هل انت انتقادك لسلبياته ولا احنا بنتكلم عشان احنا بنبحث عن الشهره الفنان محمد رمضان انا قلت بدل المره ألف مره ان هو ما فيش جدال على موهبته العظيمه وقدرته التمثيليه العالميه اللي احنا كلنا مقرين بيها لكن محمد رمضان لما بيكون عايز يقول على نفسه نمبر ون لازم يكون على قد المسؤوليه ويبقى نمبر ون في كل حاجه انا لما بوصفه بنمبر يعني صفر ممكن بس نهدى ممكن نهدى بعد اذنك انا نهدى. بوجه بقى كلامي على نهدى مسؤوليتي بس. نهدى بس انت نهدى. حضرتك يا آه فندم فندم آه ده كلام انا بوجهه على مسؤوليتي الراجل الراجل او الاستاذ مش موجود ولو حق الرد طبعا وانا موجود حق الرد بتاعه معايا انا بما ان انا بمثله في الوقت دوت طيب اهدى شويه طب انا هادي إيه وانا انا أنا, ماشي. انا بوصل له الرساله دايما بقول له انت فنان عظيم و... وانت بتنعت نفسك بنمبر ون وانا بنعتك بنمبر صفر مش لشخصك ولكن لافعالك آه يا محمد يا رمضان مشاكلك بقت كتير آه وحضرتك المفترض ان انت تكون قدوه لكل الشباب انا كنت دايما بنتقد العري والعنف اللي ظاهر في افلامه واعماله التمثيليه بنقول له مش هو ده الطريق اللي احنا ممكن نوصل بيه المعلومه لاخواتنا وشبابنا الصغيرين، واللي بيقول انا ضد الفن انا النهارده قاعد في ضيافه الاستاذ عبد الله الغنام ومعانا موهبه عظيمه واقفين جنبه وبنقول بنقول له يعني بنشد على ايده وبنساعده، ايه رايك؟ هل انت شفتني ضد الفن يا استاذ محمد؟ يا استاذنا بعد اذنك انا اللي اقول مش حضرتك أنا أنا, أنا بشهده ماشي ما أنت تشهده أنا بقول بطلب منك تشهده الحوار معايا أنا يا أيوة فندم أنا اللي أقول مش أنت طيب عشان ما ندخلش بس الراجل يقول حاجة ما يبقاش هو أقدم مسؤولية أن هو يقولها أنت دلوقتي بتتحمل كل كلمة أنت بتقولها على مسئولتك أنت أي... ما إيه ذنب الضيف هتدخله عليه ده مشاهد من ضمن مشاهدين محمد رمضان وأنا مشاهد ضمن محمد رمضان وعايز أقول لحضرتك أن الـ الـ القانون بيسمح للشخصيات العامة المشهورة اللي عرضت نفسها على الاستفتاء العام للناس أن احنا نقول ننتقد اعمالهم دون انتقاد اشخاصهم وفي فرق كبير يعني جدا. أنت دلوقتي عايز تاخد راي استاذ محمد هل انا دلوقتي. انا بساله عن نفسي انا يا استاذ عبدالله الله هل انت حسيت ان انا ضد الفن والفنانين ولا انت شايف ان انا حاضر حلقه معايا فنان شاب لا معايا المستشار انت حضرتك مجد الفن ولا الفنانين ده وجهه نظر واختلاف وجهات نظر بس إيه انت شايف الاغنيه العظيمه اللي انت بتغنيها ديت ايه انت شايف استاذ عبدالله آه الاغنيه دي مش, مش وظفت الفكره اللي احنا عايزين نقولها يمكن اغنيتك توصل توصل ب 1000 كلمه من اللي انا قلته صح ولا يا استاذ عبد هو كلام حضرتك صح طبعا بس احنا بنيجي في حاجه اسمها انتقاد وفي حاجه اسمها الانتقاد على الدرايه على تصرف شخصي ولا احنا كده بننتقد على بننتقد الفنان محمد رمضان ولا بننتقد محمد رمضان كشخص لا احنا ملناش دعوه بكلام محمد رمضان كشخص احنا بنتكلم على الفنان محمد رمضان وافعاله ليه بقى حضرتك بق ليه حضرتك مصر انك انت تهاجمه او تتكلم عنه انا مش ههاجمه طبعا بالعكس يعني مش عشان محمد رمضان شخصيه معروفه تخص الراي العام له مشاهدين كتير له طائفه من معجبين له اتباعه بمعنى اصحى عشان هو ليه معجبين وبيؤثر في نفسيه الشباب عايز اقول له ان كلمتك مؤثره جدا وان الفن الفن رسالة عظيمة احنا عايزينك توصل المعلومات اللي انت عايز توصلها للشباب عن طريق شكل اخر من اشكال الفن مش العري هو اللي هيوصل مش العنجهية هي اللي هتوصل مش انك انت توظف لنا العنف ان هو هو الطريق للصراع ننفع كمان يا سياده المستشار نقول ان احنا بنهاجمه بان هو قدوه لان انا لو عندي ابن في بيتي لسه طالع نشر وشاف مسلسل واتفرج عليه وحب ان هو ياخد آه محمد رمضان قدوه بالصدفه لان ليه يا جماعه هنا كلمه كلمه قدوه جايه من مثل اعلى انا كمثل اعلى كأنا كشخص ممكن يبقى ابويا ممكن يبقى معلمي اللي في المدرسه ممكن يبقى استاذي او دكتوري في الجامعه ممكن يبقى ممثل ممكن يبقى لعيب كوره يعني احنا لو اتكلمنا دلوقتي وقلنا محمد صلاح وحطينا محمد رمضان الاثنين دلوقتي شخصيات شخصيتين شخصيه عامه آه شخصيه عالميه زي صلاح وشخصيه عالميه برده زي محمد رمضان هنا نقدر نصدر مين ما بينهم نخلي قدوه لابننا في البيت او نفسك لو طلعت زي فلان او لو عملت كذا يعني هخليك تتفرج على ماتش صلاح ولو عملت كذا دخلك مسرحيه لمحمد رمضان كده أيوه يا فنان أيوه ده قصدك أيوه 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 احنا أيوه هنا لما بنهاجم يا جماعه بنهاجم بنهاجمش من باب ان في اسباب شخصيه ما بيننا وبين الشخص نفسه او لا قدر الله في حاجه ما بيننا احنا بنهاجم بنهاجم لان الناس ديت ما ينفعش يغلطوا الناس دي قدوه لاولادنا في بيوتهم بكره ولا بعده هتلاقي ابني ماسك زي سكينه ولا ماسك مطوه ما ولا الشباب يا عبد الله بيه قدامك اهو الناس هو المثال الشاب العاري اللي بيمسك السلاح في الافراح بتشوفوه وفي كل شوارعنا وحوارينا بيقلدوا محمد رمضان انا بقول له يا محمد رمضان بدل ما حد يقلدك في, في الشق السلبي خليهم يقلدوك بالشق الايجابي وتوصل برضه لسالتك وانا بقول وباقر قدام الناس كلها انا من محبي الفنان محمد رمضان لكن الحادثه الاخيره برضو هي اللي اثارت الحديث عليها يا استاذ عبد الله انت حضرتك عندك فكره عنها اكيد طبعا اكيد طبعا بس يعني انا بطلب من حضرتك انك انت برضه تهدى شويه عشان لو حد ما بيتفرجش علينا ولسه داخل دلوقتي حالا هيخسر من كلامك ده من باب الانتقاد في عداء في طور بنخلصه لا 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 خالص خالص هو مش اول مره يكون في سجال بيني وبين محمد رمضان تمام طب, آه طب بس يعني اقول لحضرتك يا استاذ آه يا استاذنا الفاضل في اقل من 30 ثانيه ناخد منك كلمه اخيره نقدر نقفل بيها البرنامج عن استاذ محمد رمضان كشخصيه نجم سينمائي وقدوه لاولادنا في بيوتهم انا عايز اتكلم على الحادثه الاخيره بتاعت محمد رمضان اللي هو اصابه شاب في اثناء عمل احد الاعمال الفنيه وكان محمد رمضان موجود والشاب اصيب باصابات خطيره جدا مما دعا ان والدته تقول قدام العامه كلها ان حقه ابني ما جاش والولد الممثل الشاب المفروض محمد رمضان يراعيه محمد رمضان كل اللي قاله قال له, قال له عاش عاش دي ما بتجيبش ما يعني نتيجه معانا انت المفروض كنت تتكفل بيه وتكفل بعلاجه وبدل ما ان انت طالع على السوشيال ميديا تقول انا اتحرقت برضه طب ما انت اتحرقت والشاب الصغير اتحرق لكن انت هتلاقي الف واحد يعلق لكن الشاب ده ما حدش يا, و... يا المستشار اللي عايز يبقى نمبر 1 نمبر شكرا لك يا سياده المستشار استاذ محمد يا اهل من حضرتك اغنيه جميله كده بمناسبه الايام المباركه اللي احنا فيها وهنقفل معاكم وهنشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه ان احيانا الله من برنامجكم فارق ابن الغلابه تقديم واعداد عبد الله غنام ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه اه يا امنا لما اتولد جبريل نزل سماه الله واحد احد صلوا عليه في السماء في حضره المحبوب احمد رسول الله النور في نور بيدوب